حبايب اللي تفقد بكارته، لا أنا أقول لك بلى، وتفقد بكارة أهم من البكارة التي تتحدثون عنها. هذه البكارة وإن كانت مهمة فهي أقل أهمية من البكارة التي أعتقد أن المجتمع إذا فقدها سيحصل مصيبة عظيمة للمجتمع. النبي صلى الله عليه وسلم حينما أتاه جابر رضي الله عنه قال: يا نبي الله تزوجت، ما أول سؤال سأله النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: تزوجت بكرا أم زينبا؟ النبي اهتم إذا قال أمور أصحابه، فقال: تزوجت ثيبا. فقال له صلى الله عليه وسلم: هلا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبها. البنت اللي والولد اللي هل تلاعبه ولا بعد؟ هي صريحين في 2012 2011، خلينا نتحدث بصراحة لأن مشكلة احنا نشوفها، هل يحصل تلاعبها تلاعبه ولا لا؟ فعليا يحصل، مش عارف، فعليا يحصل، فعليا انا ما اعرف اسمك بس ممكن قلت اسمك، فعليا يحصل طارق، فعليا يحصل. انا ماشي عليك ما اقول لك تسويت، لكن انا عشان اقوم النايم بس، فعليا يحصل اللاعب. طيب البنت اللي تطورت وصارت ما تلاعب واحد، تلاعب ثلاثه بنفس الوقت، مالتي تاسكينج صار عندها، مالتي تاسكينج صارت تكلم ثلاث شباب بوقت واحد، ولا تديرها بطريقه ذكيه، يعني قاعده تلعب على ثلاثه في نفس الوقت ومستفيده، جوال هدايا وعطر حركات. اي نعم، هذه هل فقدت ذكوريتها ام لا؟ اسالكم برب الارض والسماء، اسالكم يا من ميزكم الله عن الحيوانات بالعقول، هذه البنت فقدت ذكوريتها ام لا؟ لا نقول البكوريه التي هي غشاء البكاره، لا، انها البكوريه النفسيه. الزواج أيها الإخوة قضيتان، هو الذي خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. المودة والرحمة شعور، هل تظنون أن هذه الفتاة التي مرت على 20 شاب مكالمات، ويوم واحد سوى بريك أب مع واحد، يوم هو سوى بريك أب، ويوم خانها ويوم خانتها، والكلام يعني تسمعونه على قبلنا وياكم، تظنون ان هذه الفتاه لا تبرح بكوريتها من الدنيا؟ طيب السؤال اللي بعده، انا اظن لا، انا اظن ان البكوريه، انا لا اقول غشاء البكار، انما اقول بكوريه المشاعر. تخيلوا ان هذه الفتاه تزوجت بعد ذلك بطريقه شرعيه، هل ستكون بكريه المشاعر ام ثيبه المشاعر؟ وان كانت ثيبه المشاعر، ما أثر ذلك على الزوج إذا كان زوجا نقيا صالحا تقيا لم يسبق له أن؟ أيها الإخوة، القضية أنا أظن أنها حساسة، القضية ليست سهلة، وبالذات القضية الكلية في المجتمع. أقل ما فيها أيها الفضلاء، أقل ما فيها أيها الفضلاء المحترمون، أن ستقارن بين زوجها العفيف وتقارن بين من كان يصاحبها، وربما يكذب عليها. هناك احتمال، أنا لا أقول يكذب، أنا أقول هناك احتمال أنه يكذب عليها. كيف تكون حياتك نعم؟ هل بكر تنظر إلى زوجها؟ هذا اللي تعرفه، ما تعرف غيره. هذا هو الرجل الأول تعرفه، مبسوطة على نزهة، مبسوطة على أخناقها، مبسوطة على الضحكة وعلى ملاعبتها، ومبسوطة على كل شيء. لكن البنت اللي راحت وجات، وخاصة من بعض المجتمعات اللي يعني مساحة الحرية فيها أكبر، يعني جد سكي مع بعض وخير مع بعض، يعني كيف ستعيش مع زوجي؟ أتظنون أن هذه القضية سهلة؟ ثم أثر ذلك، لو قلنا أن الجيل، لو أنا لا أقول الجيل 50% أو 100% يعني عندهم باب خلفي وحركات، لا لا، أقول له 10، لو 10% من شباب وبنات المجتمع فقدوا بكوريتهم، وهكذا يزداد العدد، كيف تظنون أن سيكون شكل المجتمع القادم بمشاكله الاجتماعية والنفسية؟ لا
لا أقول لي أنا هنا لا أتكلم عن الدين إطلاقاً، الدين له أهله. القضية الثالثة وسريعة، بعد الرحلة الطويلة من سنة 18 ما أدري أيام يغزون العالم، بس أنا أذكر على وقتي من الثانوي آخر ثانوي وهم طالعين العالم، يعني يبدون يمسكون الخط ما يركز على الطريق إلا في الجامعة، خلاص هذا الحين مضبوط أستاذ يصير. هذا الأستاذ حينما أظن كيف تظنون أن المشاعر تكون بينهما بعد الزواج؟ هذا الأخ مكلمنا 100 بنت وبالبنت 800 ولد، كيف تظنون أن تكون العلاقة بينهما؟ وأظن ناقشنا ذلك في مسألة المكلمة. اثنين، مسألة الثقة بربكم، أسألكم سؤال بربكم، هل ستكون مساحة الثقة بين الشاب والفتاة، بين الزوج والزوجة، والحبايب عندهم ما شاء الله ريكورد طويل، كيف تظنون يعني كيف تظنون يعني أن تكون مسألة ثقة بينهما؟ على أقل قضية جاءت كذا كذا جوال رقم غلط ما أدري عن شيء، تخيلوا أن هذا الزواج مبني على الثقة، هل تظنون أنه استقرار؟ الزواج والاستقرار أيها الفضلاء، فإذا فقد الاستقرار ما بين الزواج؟ القضية الثالثة، ولا ننسى أمر آخر، قلة الحياء، الحين واحد يزعل من قليل الحياء، بس فعليا ترى يا شباب اللي طق الباب الخلف ترى قليل الحياء، أنا أعتذر بس أنا أقول ترى قليل الحياء، بس مو قليل الحياء نفس الأب والأم والهيئة، أنا أقول قليل الحياء، لا أنا أتكلم من باب الحياء الثاني. قارنوا قصة شعيب عليه السلام، ابن شعيب، حينما أتت ابن شعيب لموسى عليه السلام فجاءت إحداهما تمشي على استحياء، تمشي على استحياء، البنت حبت هذا لموسى، موسى عليه السلام ما لقيت الحياة على استحياء، لأن الحب هذا هو حب المشاعر ليس السلوك. هل البنت التي تمشي في قضية أو الولد، يعني أنا أتكلم عن الجميع، البنت والولد الذي يتحدثان حبايبنا الهاتف، يعني الهاتف أقل شيء نتكلم الحين اللي برا واللي داخل واللي في الحرم، ترى حتى الحرم بعد يعني فيه أمور بعد ما ترضى رب العالمين للأسف، هل سيكون هناك استحياء؟ طيب إذا ما إذا كان ما في استحياء، كيف يعيش المجتمع وهو عديم الحياء؟ هل تظن أن الناس سيتسايرون بطريقة هادئة؟ أم سيحصل شجار وعداوة ومشاكل والمحاكم ممتلئة والشرط ممتلئة؟ هذا سؤال أنتم تجيبون عنه. ثم آخر قضية أختم بها وأرجو أن تتأملوا، أنا أعذروني أنا كنت في يعني وسع، لكن شفت الساعة ضاق الوقت. الحبايب اللي يكلمون دول خلاص بطلنا 25 وعقلنا والله هدانا الحمد لله الله هدانا خلاص. طيب ايش بعدها؟ والله خطبتي مبروك وانا بتزوج الله يرضى. طيب خلاص كنا حب بعض يعني وصلحت الأمور ونسوا، أنا أتكلم مثاليات الآن عشان بس نحل المشكلة. الآن نسبة الشباب بالمشاكل التي قلنا، يعني الآن المشكلة تطور، أنا هذا الذي أقوله، يعني سأبدأ من جديد، المشكلة تطور، كيف بدأت المشكلة؟ المشكلة بدأت يعني قبل الجوال وقبل تلفون وتقليل، ثم تطورت إلى نقابل بعض اللي في السعودية في ما أدري شو، يعني يعرفون كلهم في محلة يختلفونها جدة الرياض عن هالحسن، واللي في خير يعرفون أماكنهم وين فيه برا. ثم تطورنا لأن الحين انكسر
وخلاصنا رايح انتهى عاد. الآن هواك وشهوتك تقودك. ثم لا يعني لا نزعل على بعض، قلنا ان صار الناس الآن تجاوزوا الى مرحلة اخرى الى المباشرة الجنسية. يعني فيه نوع من يعني بوسة بسيطة لما اقول الحمد لله على السلامة، ولا لما يعني انا شفتها وللأسف والله الحمد لله على السلامة شفتها برا، ما شفتها الحمد لله مش في السعودية، شفتها في السعودية كانت تجربة، لكن برا على الأقل يعني أهون لأن في حياة شوية، بس برا يعني ممكن نقول المجتمع راح. فهي مباشرة طبعا الحبايب اللي بعدنا اللي عندهم مباشرة تزوجت، يوم تزوجت شافت هذا الإنسان مو هو اللي تبيه وما براح تحب حبيبنا الأول. شو تسوي يا طارق؟ هل بنت بعد شهر شهرين سنة ما أعرف؟ ألو بس حبيت أسلم عليك، بس أسلم عليك كيفك؟ شو الزواج؟ والله مبسوطين. أتظنون أنا أسألكم سؤال، كم نسبة البنات بعد ما راح الدين وراح الحياة وراحت البكورية اللي كلها راحت بعد ما راحت التي ترجع إلى صديقها بعد زواجها؟ وإذا رجعت هل سترجع العلاقة بس مكالمة؟ ولا يبوسون بعض بس؟ ولا جماع وزنا حرام يرجم صاحبه إذا كان متزوجاً؟ طيب أنا هذه إجاباتها عندكم مو إجاباتها عندي، عندكم أنتم يا شباب. طيب المجتمع بدأ يمشي بالطريقة، يعني تطورت الأمور، تطورت الأمور. تظنون أن هذه المرأة لأن نفس الشاب ممكن بعد يكلم صديقته القديمة زوجته ما صلحت له، تعرف يعني مسكينة غافلة، ونفس الشيء يعني صلى الله يعني يعصمنا وإياكم وأحبابنا المسلمين. وأتاهم أبناء هذا الأب قدوة سيئة. ليه سيئة؟ بسبب واحد، هذا زاني. هذا الأب باختصار هو زاني. كم نسبة هؤلاء الزنات في المجتمع؟ 1%؟ 0.5%؟ 1/10%؟ كويس، خلينا نحطه على 10%. هل المنطق والعقل يقول أن هذه في ازدياد أم في تناقص؟ إن كانت في ازدياد فتخيلوا ماذا سيكون حال الجيل الآخر؟ البنت التي ترى أمها يعني من وراء الباب وفي الملحق يعني، والأب الذي والابن الذي يرى أباه في جلساته وتست مسجنج، كيف سيكون جيل آخر؟ هذه القضية يا أخوة لا تقل إشكاليتها عن قضية فقد الذكورية. هي أخطاء تصير والخطأ يبدأ صغير. شوف الخطأ بس سكرت باب قلت ما حد يحب، لا بنت ولا يحب بنت ولا ندوسها ونجيب لها هيئة ونرفضها ولا يعطي ولا يتكلم. كم ولد كان حبيبي أنا في بنات أحب، أنا أحب، أنا في مشاعر ما أستطيع. وسلك الطريق الثاني والمسألة تطول سنوين تطول الجيل مع الجيل. واعلموا أيها الإخوة علما يقينيا أن الجيل إذا تغير إصلاحه يحتاج جيل آخر. يعني ما تحل في سنة صارت عندك مجموعة من السرابيط عفوا بعد الزواج صاروا يجمعون بعض ويبوسون بعض ويعني حركات ها هذول ما صلح على طول بعد الزواج كذا سنة تصلحت. لا 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 هذه ظاهرة، الظاهرة إصلاحها يحتاج كثرة الزمن اللي تطورت فيه كثرة تحتاج تصلحها. تخيلوا يا إخوة أن مجتمعكم بدأت هذه الظاهرة في ازدياد. أنا لا أعلم كم نسبتها، 0.5%، 1%، 1,000,000%، 10%، لا يهمني. أنا يهمني أن ظاهرة موجودة ومعروفة لديكم ولدي، نعرفها جميعا. كيف سيكون حال المجتمع؟ وكيف سيكون حال الصالحين؟ الصالحون ماذا حالهم؟ أول ما يؤخذ الصالح، الله سبحانه يعذبه هو أولا. ليه؟ لأنه سكت عن هذا المنكر ولم ينكر هذا المنكر ولم يصلح هذا المنكر. وإصلاح المنكر أيها الإخوة يكون بأنسب طريقة لإصلاحه، بأنسب طريقة لإصلاحه. وكيف تعرف أنسب طريقة لإصلاحه؟ تبدأ المختصين. هذه القضية ليست قضية شرعية، هذه القضية قضية اجتماعية نفسية يحلها أصحاب علماء علم الاجتماع وعلم النفس بالمشاركة مع الشرعيين. هنا يكون إنكار المنكر الصحيح، وإلا فجميع
الناس معرضون لمساءلة الله سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. والشكر له على عظيم امتنانه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الداعي الى رضوانه وعلى اله واصحابه واخوانه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد، ايها الاخوه الفضلاء، وصلنا الى خاتمه العقد، انتهينا وناقشنا هذه القضيه، وارجو الا اكون بالغت في طرحي لهذه القضيه، لان المشاكل الاجتماعيه التي خرجت واظنها من اغلاق ذلك الباب انتجت هذا الباب. أيها الإخوة الفضلاء، كسر الحاجز مع الله قضية خطيرة، لأن من نحن من دون الله سبحانه وتعالى؟ الله رازقنا، الله خالقنا، الله المتفضل علينا، نحن عالة علينا سبحانه وتعالى. حينما لا نخاف ولا نخشى، هل نكابر؟ هل نحن أعظم من فرعون؟ هل نحن أعظم من هامان؟ من نحن لكي نقف أمام الله سبحانه وتعالى؟ القضية الأخرى، فقد البكورية في المجتمع له، يعني البنت هنا تتعرض على أكثر من شان وتتحدث متزوج، لا يمكن أن الزوج يملي عينها، لا يمكن أبداً. ليه؟ لأنها عرفت